الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نقترح عليكم هاد لاشي بوندونتيف ديال الوريده اللي كتجي على هاد الشكل البنات، كتجي غزاله وزوينه، فيها المغيي بين 3 دي بين شبك بين شبيكه باردون بين حجيرات وبين هذاك لو سامبل اللي في ديك لابريونس. غنحاول نوري لكم عن قرب كيف كتشوفوا معايا البنات. السنيسله ديالنا كتجي على هاد الشكل، كتجي رائعه وغزاله، فيها واحد لابريونس غزيوله. الوريده اللي فيها كتجي مشبكه، فيها حجيرات وسامبل بحال المرايا، كتجي رائعه وزوينه. البوندونتيف من اللورا البنات كيجي على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا، درناه لكم مع اون شين رقيقه ديال النيلون اللي كتجي رقيقه، ولكن البنات الصح والعمل كيف كتشوفوا معايا شي حاجه اللي مختلفه. ديزاين ديالها رائع وزوين اللي غنحاول نوريها لكم دابا. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. كيف كتشوفوا معايا البنات لاشين بوندونتيف من البوسه ديالنا كتجي على هذا الشكل، الديزاين ديالها كيجي رائع وغزال كيف كتشوفوا معايا، شي حاجه اللي فنيونه وانيقه. هذه البنات لا تاي ستاندر 39 سنتيمتر، الا كان عنقك عامر كتاخذي الطويله فيها 45 سنتيمتر زايده ب 50 درهم فقط. بالصحه والراحه، وما تنساوش مجوهرات فاتين نهايه حتى لعندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذايبي حتى لعندك.